البداية الفكرة دي جات لك أصلا منين؟ وهل كانت فكرة يعني إيه ترويجية، ولا هي مجرد حاجة أنت حسيت إن أنت عايز تعملها؟ أنا أستاذ كريم، أنا يعني أنا طب مبدئيا تعبان يا شيخ خالد بقى. أنا جاي من السفر والله، جاي من السفر. الحمد لله على سلامتك. لا مبسوطين والله إن المجهود ده عملته عشان تبقى معانا في 10 ربنا يخليك. فعلا أنا قناة الأهلي يعني طبعا، وبرضه نهنئ مصر العربية كلها ب 30 يونيو طبعا. تمام، وإمبارح كان برضه الرئيس بيفتتح القاعدة بتاعت 3 يوليو. 3 يوليو تمام. فالحمد لله يعني، ونهنئ انفسنا بالرئيس فتحي السيسي. جميل. انا بدات في الاقصر لان انا اساسا من الاقصر. اوكي، اهلا وسهلا. انا اساسا من الاقصر. تمام. فطبعا انت عارف لما تخش مثلا وادي الملوك او وادي الملكات تلاقي الالوان في المقابر من 7000 سنه زاهيه زي ما هي، ملهاش حل طبعا، والحفر على الجدران والبتاع. طب انا اشتغلت في المهنه، كنت شغال في السلطات. Okay. طيب يعني اجدادنا يعرفوا يرسموا على الحجر واحنا مش عارفين نرسم مثلا على بطيخ او على قرع او فبديت على الحته دي، اشتغلت على البطيخ واشتغلت على القرع، وبعد كده اشتركت في جامعه القوى المصريين في تطور من نفسي، دخلت مسابقات معاهم هنا في القاهره. كانت في ارض المعارض في مدينه نصر. والحمد لله كنت اخذت ميداليه ذهب. انا اصلا مبسوطه قوي. معلش قال لك انا اتفضل. بعد كده بعد القرع والبطيخ، طب ايه اللي بعده؟ فاشتغلت على الشوكولاته، اشتغلت على الزبده، اشتغلت على التورته، طب بتاعه العيد ميلاد وكده، واشتغلت على تورته كنت عملتها الاول. بدايه كانت التورته كنت عملت تورته كبيره كانت عليها صوره النجم محمد صلاح. فتخيل لما عملت التورته عملتها كبيره حوالي متر ونص في 2 متر عشان تقضي الفندق يعني. فالزبائن الاجانب، كان عندي زبائن المان شافوها قال لك مش، لا دي ما تتاكلش، ده والله نصور جنبيها بس. اوكي تمام. فبقوا فعلا كل الزبائن تيجي تصور والدنيا تمام. فانت شفت بقى بنفسك رد فعل الناس. يعني الناس دي مثلا عاوزه كده، طب ليه ما تتعاملش على حاجه تاني؟ ففكرت ان انا اعملها على البيتزا. واول ما بدات محمد صلاح، بس كانت البيتزا كبيره، حجم كبير. وتبقى جايب يعني صوره للشخص وبتعمل كوبي منها، بجيب صوره واشتغل عليها. اوكي. فجربت الصوره الكبيره خالص وكنت شغال بيها. فطب يعني انا عايز اعمل بيتزا يا استاذ كريم، مش معقول هاخد بيتزا قد كده واروح بيها. فابتديت اشتغل على الفكره وابدا اصغر بيها شويه. تمام. لحد ما جت كورونا، طبعا الشغل وقف واتعمل الحظر واتعملت الدنيا كلها، فوقفت. فقعدت في البيت، ما فيش حاجة أعملها، الشارع ممنوع تنزل فيه. ففكرت فكرة تاني إن أنا أشتغل بالرز. أوكي. بالرز؟ ترسم بالرز. بالرز دي عايزة صبر، دي غير الموهبة، عايزة أنت صبر. أنت ما وراكش حاجة، أنا هروح فين؟ كده كده في حظر. للدرجة دي كنت زهقان في الحظر يا شيخ خالد؟ لا أصل أنت متعود إنك تشتغل من الساعة 7 الصبح لحد بالليل. طبعًا. تيجي تقعد مرة واحدة بتبقى صعب. طبعًا طبعًا. فالرز اخدته مش عايز ادخل فيه الوان، عايز اطلع منه الوان منه فيه. فكنت اخد الرز احمصه، احمص جزء مثلا اخليه لونه ذهبي، جزء تاني يتحرق معايا يبقى لونه اسود، وتسيب الابيض ابيض، والابيض يتلف بس على النار بحيث ان اطلع منه الرطوبه يديني اللون الابيض. اوكي. وعملت منه صور كتير، عملت منه صوره للسيد عبد الفتاح السيسي. تمام. عملت صوره برضو للسيد الرئيس الراحل انور السادات، كانت في حرب 6 اكتوبر. وعملت برضه صوره لحسن حسني الله يرحمه. وشفنا سمير غانم الله يرحمه، جميله برضه. فالقعده خليتك انك انت ايه تطور اي حاجه تشتغل بيها تاني. جميل. لما رجعت بقى الشغل والدنيا بدات، اشتغلت على تورت البيتزا تاني. فكان عندنا قبلها كان راموس في الفندق. انا مش سامع حضرتك، ممكن تعيش صوتك شويه؟ معلش. والله انا عارفه انك تعبان. انا عارفه اللي هو بحارب عشان اسمع. معلش اتفضل. فكان في راموس، كان في الغردقه. راموس. راموس سيرجي. راموس. فكان موجود في الغردقه. فشيء طبيعي انك انت يعني عايز توري الزبائن ان يعني نجم عالمي زي ده بيجي يصيف في الغردقه. يعني ساب كل البلاد اللي بره وجاي عندك. طبعا. فعملت الصوره بتاعته على بيتزا ونزلت على الجرايد. فبالصدفه كان واحد صاحبي بيكلمني بيقول لي طب انت عملت البيتزا هتوصل له ازاي؟ قلت له والله ندعم من ربنا ان هو يتغدى عندي ثاني يوم او ثالث يوم ونوريها له. يعني لاجل الصدفه ان هو فعلا ثاني يوم
كان بيتغدى بس بيتغدى في الجزيرة في الجفتون. أوكي. الجزيرة عندنا كبيرة اللي هي محمية طبيعية. ففي اللانش بتاعه قاعد هناك قال لك انت هتاخد الغدا وتروح له هناك. هي جات لك حد لك عندك اهي زي الفل. حد عندي جات الحمد لله يعني شوف طبعا. ربنا طبعا. فاخدت البيتزا مع الاكل وسط الاكل كمان. لان كان ممنوع ان احنا نصور معاه. في تعليمات ان هو شركه الدعايه بتاعته ما تخش تصور مع حد والكلام ده. فجات التعليمات انك انت ما تتصورش معاه برضو يعني. لقيت طريقه يعني. دخلت الحاجه وسط الشغل بتاعي واخدتها ورحت. اوكي. بعد ما اتغدى وتمام تمام قول له حلي بقى. طلعت البيتزا في المطبخ فمراته شافتها. اوكي. فرحت يعني اول ما شافتها فرحت فرحت. قلت كده تمام زي الفل بقى. هي بقى اللي هتوصلك فيها. اخدتها طلعت بيها فوق. جميل. وريتها له اتصور بيها هو بيدوس البيتزا. ففي حد بيترجم بقول لها يعني عايز اتصور معاه يعني عملت البيتزا دي وجاي لحد هنا ما اتصورش معاه. فقال لي هو شركه الدعايه مانع بس انا هتصور معاك وانزلها على انستجرام. اوكي. وانت خدها من انستجرام. حلوه منه برضه لطيفه منه. قلت تمام. زي الفل. ففعلا برضه ايه عدى يوم ثاني يوم دخلت على الانستجرام بتاعه بقى ومتابع فالصوره نزلت. طبعا عملت صدى واسع جدا. اخدت الصوره كوبي من عنده واخدتها نزلتها عندي ايه بيتزا خالد تصل الى رامس. اوكي. فدي عملت بقى يعني قلبان في الغردقه كلها. والفندق عندك المدير فرح وكده ولا طبعا. والله ولا عمل ايه صدى خالد فاهم. لا 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 هم طبعا ثاني يوم هو سامعني طبعا اكيد دلوقتي هو والشيف اتورط شيف خالد. اسئلت انا بقى ورطت شيف خالد. لا اصل يعني جالي حصل ايه لا انت عملت ايه ازاي تصور معاه. قلت له يا مستر انا ما صورتش معاه ده هو اللي اتصور معايا يا سيدي. الصوره بتاعته دي نازله على انستغرام. طبعا. قلت له الصوره دي شاهدها لحد دلوقتي حوالي 2.5 مليون مشاهد. واو. وخش عليها وشوفها انا كده مش مشكله يعني. قال لي كده انت شايف كده يعني. قلت له قال لي طب خلاص ماشي. ده دعايه حلوه يعني. طبعا. بس ربنا كرم بعدها كنا في ال كان كاس الامم. اوكي. وقلت لو اي فريق من اي لاعب هيجيب هدف هعمل الصوره بتاعته. حلو. على بيتزاي. حلو. فطبعا الاخ عند الصحفيين في الغردقه يعني على تواصل معايا. فاول ما جاء في اول مباراه تقريبا جاب محمد صلاح والمحمدي جابوا هدفين. طب انت هتعمل مين؟ هعمل الاثنين. قلت لهم انا هعمل الاثنين. طبعا. متاكد؟ قلت لهم فعلا تاني يوم كنت عملتها وطلع. بعد كده تريزيجيه جاب برضه الهدف اتعملت له ايه البيتزا بتاعته. بعد كده طبعا كان للاسف المنتخب ما كملش. وقفنا على كده. لفت الايام ووفروا عليك المقادير اللي انت عمال تعمل بيها فطير. بس لا هي عارف بتعمل والله شغل في الفندق يعني أكيد. بعملها يعني لا حتى وتبقى لطيفه كمان ومختلفه. الزباين عندك المصريين والاجانب يعني المصريين مثلا بيعرفوا اللعيبه بتوعنا وفي اجانب عارفه اللعيبه الدوليه كلهم زي محمد صلاح تريزيجيه نني. طب في حد مثلا روم سيرفيس يطلب بيتزا اللي هي برسمة شكله مثلا عشان في حد؟ هي مش متاحه دلوقتي. ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ لان دي عايزه وقت. اوكي. تمام. وعلى الشغل بتاع الفندق انا عندي مثلا 1500 زبون. اوكي. تمام. تعملها مثلا في مناسبات هذا ان شاء الله بعد كده اتعمل ليها مشروع مثلا وحدها. وجوني بقى تشرفوني. ده احنا هنتشرف.